الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك، يسرني أن أرحبكم في هذا اللقاء المبارك مشيدا بجهودكم وإسهاماتكم في مجال حقوق الإنسان. لقد قامت دعائم هذه الدولة على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقام الحكم بلادنا على أساس العدل والشورى والمساواة. إن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق وتحقيق العدل وكفاءة حرية التعبير والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى. أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات. ولقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. أيها الحضور الكرام، إن القضاء في مقدمة مسائل الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وقد أكدت أنظمة المملكة على استقرار السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين، وحرصا من الدولة على حماية حقوق الإنسان وصيانتها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أنشأت هيئة حقوق الإنسان بهدف تعزيز وحماية الحقوق. وأكدنا على أهمية تعاون جميع الأجهزة الحكومية معها لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. كما رحبت الدولة بقيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات الأهلية متخصصة، كما تعاونت المملكة في إطار عضويتها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان واحترام الأديان والتنوع الثقافي للشعوب كافة وتقديم العون لكل المحتاجين بدون تمييز. قد وضعنا الأسبوع الماضي حجر الأساس لمركز متخصص للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف الحفاظ على حياة الإنسان وكرامته. أيها الأخوة والأخوات، لا يفوتني في هذا المقام التأكيد على أهمية دور الأسرة في التربية على قيام حقوق الإنسان، مشيدا بجهود المرأة السعودية في هذا المجال. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع بما فيه خير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.